تذوق الأوبرا الصينية والتمتع برحلة ثقافية. مرحبا بكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الفنون الصينية. أعزائي المشاهدين، أسعد بلقائكم مرة أخرى في قسم الأوبرا الصينية من برنامج الفنون الصينية، ونأمل أن تنال إعجابكم ورضاكم. يوجد أكثر من 360 نوعا من الأوبرا الصينية، وذلك بحكم أن الصين واسعة وقوميتها كثيرة. لكل منطقة وكل قومية الأوبرا خاصة بها، مثلا أوبرا خوامي من مقاطعة أنخوي، وأوبرا تبل زهور من مقاطعة خونان، وأوبرا جين من مقاطعة شنشي وغيرها. تتطور الأوبرا الصينية حتى اليوم، ما زالت لها لون فريد في الفنون الصينية. يمكن لكل شعب صيني أن يغني بعض الجمل للأوبرا الصينية. في البرنامج التالي سيقدمها الأجانب والأطفال على المسرح أيضا، لنتابع معا.
في برنامجنا حول الأوبرا الصينية سنشاهد أوبرا طبل الزهور وأوبرا جين وأوبرا قطف الشاء وأوبرا تشينشان. أوبرا طبل الزهور من مقاطعة هونان اسم عام لمدارس في كل المنطقة من أوبرا طبل الزهور، تعكس ظروف البيئة والعادات المحلية بالمشاعر المحلية القوية. معهد أوبرا جين هو مقاطعة شانسي، ومع تطويرها تحتفظ بالميزة الفنية وهي حماسية. أوبرا قطف الشاء شائعة في جنوب نهر يانغتسي، وأداؤها فرح وفيها الخناء ورقص معا، وتلقى ترهيبا حارا من الجماهير. أما أوبرا تشينشان فهي واحدة من أقدم الأوبرا الصينية لقومية هان، وتلقب بمنشأ للأوبرا الصينية. في الفقرة التالية سيظهر على المسرح الشخصيات الملونة، تفضلوا لنشاهد معا. Oh,
是那皇兄，皇兄那寿诞起，年轻人言要一出大金枝，怪只怪朕的那女儿不行事，更不该提什么江山。还把你我也叫了进去，真是那孩子气个也愁，难不住他们小夫小妻。他们是玩耍
偏偏要过他相府门前，斗一斗会眼。الجوهر الذي يعبر الزمان والمكان يقودنا لمشاهدة القديم والمعاصر. مرحبا لمواصلة قسم الأوبرا الصينية في برنامج الفنون الصينية. في الفقرة التالية سنقدم إليكم أوبرا بانزي من مقاطعة خيبي وأوبرا تشي وأوبرا سيشان. أوبرا بانزي قادرة على تقديم الموضوعات التاريخية ويمكنها أن تعكس الحياة الحقيقية أحسن. تنتشر أوبرا تشي في مقاطعة خنان ومن السهل دراسة نصوصها، وأداؤها يقترب من الحياة الحقيقية أيضا. نماذج الأقنعة المسرحية في أوبرا سيشان هي قسم هام في فن هذه الأوبرا، وهي جوهر فني يبدع ويراث للأجيال بكل اجتهاد. هذه أنواع من الأوبرا تشبه الآلئة في كنز الأوبرا الصينية وتصبح أكثر لمعانا بعد زمن طويل.
رحلة الأوبرا الصينية اليوم قد انتهت هنا. نأمل أن برنامج يمكن أن يغني حياتكم الثقافية. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Thank you.